عاملين الكوليكشن سنتر دوت عباره عن تعامل مباشر مع المواطن، انه يقدر يجيب العبوه الفاضيه بتاعه الميه او بتاعه العصير او لاي شامبو ايا كان والكنز، وبنحفز المواطن ان هو بعد ما بيحط العبوه في المكنه بتديله ريسيت، بيجمع الريسيت، وبعد ما بيوصل لنقط معينه بنقدر نديله هديه زي ان هو يشحن التليفون، ان هو بالنسبه للاطفال بنديله يختار قصص من قصص الاطفال. غطى له مكان، ازازه ليها مكان. الجهاز بيكبس الازازه يقلل حجمها اكتر قدر ممكن، وبعد كده بعد ما بيكبسها بتتجمع وتروح لإعادة التصنيع تاني. كل يوم لما باجي بشرب مثلا كنز ولا ازازه ميه، بدل ما برميها في الشارع باجي برميها هنا، وبرده عشان هما بياخدوها وبيعيدوا تصنيعها تاني. لو حتى هتعلم الناس ازاي تفرز البلاستيكات الكنز من المواد العضويه الثانيه، ثقافه جديده اتمنى انها نتعلم منها كلنا يعني، او نغير من سلوكنا في القمامه بالذات. وبديلك حاجة مفيدة مثلا، بديلك حاجة زي كده اللي هو كل حاجة دي 50 60، وعندنا صفحة على الفيس ان الناس تشارك معانا وكده ان شاء الله.